في إنشاء طريق اللولو. احنا اليوم إذا حبينا ننوع مصادر الدخل غير النفطية، المفروض قلناها كذا مرة وقدمنا مقترحات وتشريعات إلى الحكومة دائما قوبلت بالرفض. اليوم معالي الرئيس، هل يعقل هيئة الثقافة تاخذ قرض من بنك تمويل سعودي علشان بتسوي طريق اللولو 18 مليون؟ ما كان أحرى من الشركات الكبيرة اللي قاعدة تضخ وهي الدراع الاستثماري في المملكة أن تدعم هيئة الآثار بدل هذا القرض يكون من بنك سعودي لتمويل هذا المشروع. نتمنى مساهمة من الدراع الاستثماري في مملكة البحرين. نحن اليوم إذا نبغى تنويع مصادر الدخل غير نفطية وقاعدين ناخذ قروض من بنوك ثانية، معالي الرئيس شلون عجل مساهمة؟ شلون هاي الفنادق تنتعش إذا هي ما ساهمت في السياحة؟ اليوم كل هالشركات العملاقة اليوم قاعدة تدر الملايين. احنا مع أي توجه لمصادر الدخل غير النفطية ولا السياحة، لكن اليوم نتكلم عن مقترحات وعن آراء، لكن ما في موازنات. يعني كانت هيئة السياحة ما عندها موازنة عشان تخلق هذه المشاريع. معظم الأراضي أيضا في النقطة الثالثة، حماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار في مملكة البحرين خلال تنظيم الأحكام عن النحو الذي يضمن المحافظة على هذه الآثار. هل احنا حافظنا اليوم على الآثار هذه معالي الرئيس؟ اكو شارع البدي عندنا كلهم محوطين، ما حتى فيهم تنقيب، لأن ما في موازنات. هذه فوق 40 إلى 50 إلى 60 إلى 100 سنة هذا هم سوروا الأراضي وما عندهم يعني أموال تشغيلية إلى تنقيب هذه الآثار. اليوم احنا نحتاج هذه الأراضي إذا ما كانت هي تصلح للآثار سووها سوق قيصرية على غرار المحرق اللي سووا في شارع البديع، سووا في المحافظة الجنوبية، سووا في المحافظة الثانية. هذه أسواق تراثية. أما تسور الأراضي بتقول لي عنها هي هيئة آثار، شارع السيف ضاحية السيف على يمينك ويسارك للحين يعني أرض كانت زراعية اليوم قاحلة عند محطة جواد لمحطة البنزين، وعلى اليمين في منطقة الده أراضي قاحلة تم إيقاف المستثمر لعدم الاستثمار بيسوي فيها مشاريع تجارية، وقال لك أن هذه وقفتها الإدارة أن هي تبع الآثار ويبغون يقبلون. لليوم ما يعني المستثمرين وناس أصحاب أراضي يا أن تعطيهم فلوسهم وتأخذ الأرض يا أن تخليه يسوي المشروع التجاري للبلد. معظم البيوت نفس اللي قالها رئيس الخدمات أيضا، معظم البيوت وفي المحرق في المحافظات كلها يتم توقيفهم من البلديات بسبب أن هذا البيت يتعلق لإرثه. أعطي فلوسه فيها ورث البيت هذا، أما بيجي يترممه. في بعض العوائل يقول لك أنا مقتدر مثل في المحرق بعض المنازل القديمة، فقال له أنا أخليه هذا باسمي بس أنا أخليه للهيئة هي ترمم فيه وتخليه معلم سياحي ويكون تحت اسم العوائل عشان يحمل اسم العائلة. أما في بعض العوائل يقول لك أنا محتاج في ورثة، أنا ساكن في الشقة لا هم راضين البلدية يعطونا، ويقول لك تبع الهيئة وتبع. احنا مع الهيئة بس إذا ما في ذراع استثماري للهيئة ما نقدر نعطي مقترحات وقوانين إذا كانت الدولة ما تضخ من الشركات اللي قاعدة اليوم تستنفع من البلد بدون هذه المشاريع.